أنا نحب نمشي نقيد لأن الانتخابات حق وواجب. إذا كان التوانسة ما يمشيوش يقيد وما يمشيوش ينتخبوا، باش يكون عندنا مجلس تأسيسي ماهوش ممثل وما يمثلش تونس بكل حساسياتها وبكل أجيالها، وتكون مشكلة. ثورة مرحلة كبيرة مكنتنا من التخلص من نظام مستبد، توا اللعب الكل جديد بدأ، يبدأ بالانتخابات لبناء تونس جديدة، تونس للجميع، تونس لكل الجهات، تونس لكل الأجيال، تونس لكل الطاقات، تونس ممثلة بكل حساسياتها وبكل ألوانها وبكل أفكارها وبكل انتماءاتها. هو نعرف اللي التوانسة ساعات يبدأوا، سامحني في الكلمة، يكركروا شوية ويمشيوا في آخر وقت، لكن لازم توا مازال معناها ما عادش وقت الناس تمشي تقيد، لأنه هام وهام جدا أنه الناس يقيدوا باش الانتخابات هذه يعني تقع في جو باهي وتكون ممثلة لشعبنا ولبلادنا. تونس غدوة بعد الانتخابات هي صفحة جديدة، صفحة بيضة باش نكتبوا فيها شيء جديد، باش نكتبوا فيها أفكار جديدة وأحلام جديدة. ما يلزمها بناء صحيح، يبدأ بانتخابات صحيحة مثل الشعب التونسي باش نبنيو البلاد هذه. انتخابات باش تنتخب لنا مجلس تأسيسي، والمجلس التأسيسي هذا باش يعمل لنا دستور يحمي لنا حرياتنا ويحدد ملامح تونس نتاع غدوة. هو برشا ناس يتصوروا أنه العمل السياسي والانتخابات يلزم الأحزاب السياسية، راهو الأحزاب السياسية وحدها هامة لكن مش كافية، يلزم المجتمع المدني يقوم بواجبه، يأطر الناس، المجتمع المدني يفهمهم شنو التحديات اللي باش نواجهها بلادنا، باش الناس تمشي تنتخب. وراو الانتخاب هام وهام برشا، لأنه الانتخاب المجلس التأسيسي و يعني كتابة أو سن دستور جديد يمثل يعني يحمينا حرياتنا مرحلة هامة ومرحلة تاريخية وحساسة في تاريخ بلادنا.